فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود بعده لمتابعة حقوق الناس، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا إلى حقوق الناس، ونذهب إلى مصر حيث أكدت منظمة نديمي لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. أكدت أن المواطن المصري عصام علي قتل تحت التعذيب في السجون المصرية، وذكرت أنه تم إدخال أنابيب مياه إلى فمه ومؤخرته مما أدى إلى مقتله، وقد تم نقله إلى مشفى القصر العيني حيث توفي دون معرفة عائلته. واتهمت أسرة عصام وزارة الداخلية بتعذيبه وقتله أثناء محاولته تهريب شريحة هاتف محمول إلى داخل سجن طرة. ونفت الوزارة هذه الاتهامات، وقالت إن الشاب توفي إثر تسمم دوائي. في سياق متصل، قررت النيابة العسكرية المصرية استمرار حبس المدون والناشط علاء عبد الفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيق. لمتابعة هذين الموضوعين أرحب عبر الهاتف بالمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ مالك عدلي. أستاذ مالك، هذه الأحداث، مقتل الشاب المصري تحت التعذيب، لم يتم قبل ثورة 25 يناير، إنما تم الآن في عهد مصر الثورة. هل هناك من توضيح، من تفسير، أي مبرر لما قامت به أو لحصول مثل هذه العملية البشعة من التعذيب والتي انتهت بالقتل؟ يعني صباح الخير. أهلاً بك. كل الأحداث التي تحدث في هذه الأيام هي مجرد محاولة للعودة بالشعب المصري إلى أجواء ما قبل 25 يناير، والالتفاف على الثوره وعلى مطالب الشعب المصري انه عادت لينا قضايا التعذيب بقوه على الساحه داخل مصر، وانه المجلس العسكري بيحاول عن طريق النيابه العسكريه والقضاء العسكري انه يهتك عرض الثوره وانه يشوه شباب الثوره باستخدام بعض الصحفيين المأجورين وبعض الاقلام المسمومه وبعض القنوات الاعلاميه المسمومه، وانه اللي بيحدث الان أصبح شيء غير مقبول على الإطلاق بعد يعني هبة أو فورة الشعب المصري بعد 25 يناير، وأنه إحنا كنا متوقعين ردود أفعال مختلفة من أجهزة الدولة بعد الثورة، إلا أنه إحنا فوجئنا أنهم وزارة الداخلية ما زالت تنتهج سياسة التعذيب منهجا لها في التعامل مع المواطن المصري وفي التنكيل به وفي الانتقام منه وفي قتل الضحية مرتين، فمرة تقتله داخل محبسه أو في الشارع، والمرة الأخرى تقتله حينما تدعي أنه مات لأنه مدمن أو لأنه ابتلع لفترة مخدرات كما حدث في قضية الشهيد خالد سعيد. طب عن عصام علي، عن المواطن المصري عصام علي الذي قالت وزارة الداخلية المصرية بأنه توفي أثر تسمم دوائي، منظمة النديم لتأهيل ضحايا التعذيب قالت بأنه قتل نتيجة تعذيب فظيع، ما هي روايتكم، متابعتكم لهذا الموضوع؟ يعني متابعتنا لهذا الموضوع بتقول انه في شبهات قوية وراء حادثة وفاة او مقتل عصام عطا. هذه الشبهات بتشير لاحتمال من الاثنين، اما ان وزارة الداخلية، وده اخف الاحتمالين، اما ان وزارة الداخلية اهملت في علاج هذا المواطن مما ادى الى وفاته وهي جريمة، أو أن وزارة الداخلية وضباط وزارة الداخلية ضالعين في تعذيب هذا المواطن حتى الوفاة وهي جريمة أشد، إلا أننا فوجئنا أن وزارة الداخلية لا تعترف بكلا الأمرين، بل تقول أن عصام عطا تحديدا قد تناول جرعة زائدة من المخدرات أو أنه ابتلع لفافة بها مخدرات أدت إلى تسممه، وأنه إحنا كمنظمات حقوقية حملنا وزارة الداخلية مسؤولية وفاة عصام عطا كاملة ايا كانت اسباب الوفاه، خاصه وان هناك يعني شبهات وهناك غموض كبير وراء مقتل او وراء وفاه عصام لا احد يستطيع تفسيره حتى الان، اللهم الا اذا كنا بنتكلم عن انه وزاره
الداخلية ما غيرتش. على كل حال سيد شكرا للتصحيح، الاسم هو عصام عطا وليس عصام علي. على كل حال يعني في مثل هذه الحالة هل يمكن لكم أن تطلبوا إعادة التحقيق في ملابسات وفاة أو مقتل المواطن المصري عصام عطا؟ هل يمكن للجنة مستقلة أن تقوم بمتابعة هذه القضية وتقديم تقرير لكم ولوزارة الداخلية؟ يعني نحن بالفعل طلبنا من النائب العام إعادة تشريح جثة عصام عطا بمعرفة لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتبين الأسباب الحقيقية للوفاة، لأننا لا نعترف ولا نثق في إجراءات لجنة الطب الشرعي التي قامت بتشريح جثمان عصام، لأنه تلك اللجنة قد خالفت كل القواعد القانونية المعمول بها وضربت بكل القواعد، يعني ضربت بالحياد عرض الحائط وضربت بالعدالة عرض الحائط، وسمحت لأحد أفراد الشرطة أن يكون متواجد داخل المشرحة أثناء عملية التشريح ورفضت حضورنا عملية التشريح، وهو ما يجعلنا نشك بشدة في أن هناك شيء ما قد دس على الجثة حتى يخرج لنا تقرير من الطب الشرعي يقول أن عصام مات نتيجة تسمم دوائي أو نتيجة ابتلاع نفافة بها مخدرات. علاء عبد الفتاح المدون والناشط المصري، أيضا النيابة العسكرية المصرية قررت استمرار حبسه 15 يوما، هل أوضحت النيابة العسكرية، هل وصلت لكم معلومات عن سبب استمرار أو تمديد حبس هذا الناشط المصري؟ يعني في الواقع انه النيابه العسكريه المصريه موجهه لعلاء عبد الفتاح بضعه اتهامات هلاميه لا دليل ولا اصل لها في الواقع، وانه علاء عبد الفتاح اخذ موقف ربما يكون الاول من نوعه في مصر، لانه علاء عنده ايمان بانه لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين، وبالتالي علاء قدام امام النيابه العسكريه فيما يتعلق بالاتهامات الملفقه والموجهه له فيما يتعلق باحداث مسبيرو ومذبحه مسبيرو التي راح ضحيتها قرابه 25 شاب مصري، احدهم هو من انشط شباب الثوره وهو الشهيد مينا دانيال. علاء قال قدام النيابه انه يرفض المحاكمات العسكريه للمدنيين، كما انه على وجه الخصوص يرفض ان تحقق النيابه العسكريه التابعه كليا وجزئيا للمجلس الاعلى للقوات المسلحه في جريمه متهم فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وانه طلب لجنه قضائيه مستقله للتحقيق في هذه الاحداث. علاء لم يقل هذا الكلام فقط امام النيابه العسكريه، علاء كرر هذا الكلام وصمم على موقفه امام المحكمه العسكريه التي كانت تنظر الاستئناف المقدم طعنا على قرار النيابه العسكريه بحبس علاء، وانه ما يحدث هو شيء غريب، لانه تعودنا ان يعني القضاء حين يوجه احد حين يوجه اتهاما لاحد الاشخاص، لا سيما واذا كان شخص بقيمه وقامه علاء عبد الفتاح وبشهرته باعتباره من انشط الشباب المصري فيما يتعلق باحداث الثوره المصريه، باعتباره شخص ذو تاريخ نضالي عريض، باعتبار ان علاء كان في محبسه عام 2006 حين طالب بسقوط نظام مبارك، وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحه بضباطه ونياباته وقضائه ومحاكمه ياتمرون بامر مبارك ويعتبرونه قائدا اعلى له قائدا اعلى لهم، فاذا بنا نفاجأ بان هذا المجلس الاعلى الذي هو مجلس مبارك يعيد انتاج نظام مبارك بكل قوه ويعيد انتاج سياسات مبارك وينتهج نفس النهج الغريب ونفس النهج المشبوه الذي كان ينتهج مبارك ونظامه وقضاءه ومحاكمه، ويستبدلون قرارات الاعتقال الاداري وقضايا امن الدوله الملفقه بقرارات الحبس الاحتياطي الصادره من النيابه العسكريه، لا لشيء الا للتنكيل بشباب الثوره، ولا لشيء الا لابعاد التهم شديده الالتقاط وصلت بهم عنهم. وصلت الفكره. شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك، عفوا للمقاطعه، مالك عدلي المحامي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا عبر الهاتف من القاهره.